هي أول زيارة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قطر منذ توليه الرئاسة عام 2014. وكان لافتاً احتفاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالرئيس المصري واستقباله لدى وصوله في مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية، بل واصطحاب الأمير للرئيس المصري حتى مقر إقامته بفندق شيراتون الدوحة ومرافقته حتى المصعد الكهربائي الذي ينقله إلى جناحه الخاص متجاوزاً البروتوكول الذي يكتفي فيه المضيف باستقبال الضيف في القاعة الرسمية، ما عده كثيرون احتفاء غير مسبوق بالرئيس المصري من جانب أمير قطر. حتى منصات التواصل القطرية امتلأت بعبارات الترحيب بالرئيس المصري في الدوحة، ما عكس احتفاء رسميا وشعبيا كبيرا بالزيارة. كان قطار المصالحة بين قطر وجيرانها قد انطلق مع توقيع بيان العلا في يناير 2021 خلال القمة الخليجية التي استضافتها السعودية آنذاك، ونجحت في طي صفحة الخلاف مع الدوحة وفق أسس واضحة أبرزها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتعزيز وحدة الصف. وخص البيان آنذاك مصر ببند أكد على دعم أمنها واستقرارها نظراً لدورها في تعزيز الأمن القومي العربي. ويؤكد توقيع جمهورية مصر العربية على بيان العلا توثيق العلاقات الأخوية التي تربط مصر الشقيقة بدول المجلس. عقب ذلك كانت التصريحات الإيجابية تصدر من المسؤولين في قطر تؤكد على مكانة مصر وأهميتها باعتبارها من الدول القيادية في المنطقة، ما عكس اهتمام الدوحة بالتقارب مع القاهرة إدراكاً لدورها المحوري. جمهورية مصر دولة من الدول الكبرى في المنطقة العربية تلعب دور قيادي، ودولة قطر تدعم مثل هذا الدور. مع تلك التصريحات الإيجابية زاد التقارب واللقاءات بين المسؤولين في القاهرة والدوحة، وإن كانت لقاءات في مناسبات دولية مثل افتتاح دورة الألعاب الشتوية في الصين وخلال قمة المناخ وفي مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. ما قد انتاب العلاقة من شوائب الحمد لله زالت من خلال التوافق على العلا وما تبع ذلك من تفعيل أمين وصادق للجنة المتابعة. ثم توجت المصالحة بين القاهرة والدوحة بزيارة أمير قطر لمصر في يونيو من العام الجاري، والتقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووفق البيانات الرسمية تباحث الزعيمان في قضايا التعاون بين البلدين والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، غير أن الزيارة حملت العديد من الدلالات أبرزها عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين. ثم جاءت زيارة الرئيس المصري إلى الدوحة وهي الأولى منذ توليه الرئاسة لتؤكد أن صفحة الخلاف بين البلدين قد طويت وأن العلاقات تشهد نمواً متسارعاً على صعيد التنسيق السياسي وأيضاً التعاون الاقتصادي. زيارة فخامة الرئيس المصري وهي الأولى لدولة قطر تشكل مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. على صعيد الاقتصاد تشهد العلاقات بين القاهرة والدوحة زخماً كبيراً، ففي مارس الماضي اتفقت مصر وقطر على مجموعة من الاستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار، وهناك أيضاً استثمارات لجهاز قطر للاستثمار في منتجعات ومشاريع سياحية بمصر بأكثر من 3 مليارات دولار. وتأتي قطر في المرتبة 10 ضمن كبرى الدول المستثمرة في مصر، وتتواجد في نحو 231 شركة بإجمالي رأس مال بلغ 4.6 مليار دولار، وبنسبة مساهمة قطرية تقدر بنحو 2.2 مليار دولار، وتتواجد تلك الاستثمارات في قطاعات البترول والسوق المصرفية وعدد من المشروعات العقارية والفندقية، وتصل قيمة تحويلات المصريين العاملين في قطر إلى أكثر من 1 مليار دولار سنوياً. ويتوقع مراقبون أن تزداد وتيرة التعاون الاقتصادي بعد زيارة الرئيس المصري للدوحة. عندما أتى سمو الشيخ تميم إلى مصر وذهب الرئيس إلى هناك، أستطيع أن أقول أن الجليد قد ذاب تماماً وأن العلاقات سوف تأخذ مجراها الطبيعي، وهذا أمر طيب. تدخل العلاقات المصرية القطرية إذن مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل وتعزيز العلاقات الثنائية والتقارب السريع في مختلف المجالات، إدراكاً من الدوحة لأهمية الدور الذي تلعبه القاهرة في أمن واستقرار المنطقة.